بلبنان بمنطقة بقاعية في معبد روماني ما في منه غير اثنين بالعالم، بالبتراء بالأردن وهون بأب الياس. قطع كثير حضارات على أب الياس، قطعوا الفرنساويين، العثمانيين، الأشوريين، الرومان، وكل حضارة تركت شيء وراها. العثمانيين نحن وفاتين على الدومين بتلاقي في جسر العثماني بعده لهلا حجر وهيك، هو العثمانيين. عندنا مستشفى هون، كانت مستشفى ايام التروب الفرنسيز اللي كانوا هون، قلبوها بعدين مدرسه وبعدها لهلا مدرسه. الرومان كمان في تحت على أب الياس، في حيدرة كمان على ايام الرومان. الأشوريين نحن وبالهايك بنشوف، نقدر نشوف النصب التذكاري الأشوري اللي هو الملك الأشوري. في عندك الفخر الدين فوق اللي هي بعدها شقفة من القلعة، قلعة فخر الدين اللي هي على رأس تلة أب الياس. كمان فخر الدين كمان كان له، كان قاعد عندنا هون. بقى في كثير حضارات مرقت علينا وكل حضاره تركت شيء، نحن بنحب انه نفرجيها للعالم. نصب حيدرة مثل ما شايفين هو معبد روماني في منه اثنين بالعالم، يقال انه في مرايا كانت مزود بمرايا بالقدم لصنح الشمس من الشرق بتضرب على المرايا وبتزين المنطقة، وسميت المنطقة مزينة نسبة انه عم تتزين الشمس هون، بتزين المنطقة. قريب كثير للطريق العام، صحيح نحن بنعمله هايكينج وهايكينج سهل منه صعب، 200 300 متر بنوصل لهون المكان، وبنرجع بننطلق لاماكن ثانيه حطتها البلدي اسمه درب أب الياس الجبلي، فيه مناطق اثريه، فيه مناطق سياحيه حلوه. ندعي الجميع انه يجوا على المناطق ويشوفوا أب الياس ويشوفوا لبنان قديش حلو. رحلة أب الياس خلصت، بس التاريخ يلي حاملته ما بيخلص. زوروها واكتشفوا جمالها وخلوكن معنا تنكتشف ضيعة جديدة.